مساء الخير على أحلى هوانم في سحر الهوانم. رمضان يعني كل هانم أول ما بتصحى من النوم بتفكر هتطبخ النهاردة. طبعا كلنا في أول رمضان عملنا عزومات كتير وعملنا أكلات كتير متكلفة، فطبعا في آخر رمضان طبعا عايزين نحوش للعادية، فبنعمل إيه؟ بنعمل أكلات اقتصادية تكون على قد الإيد. قبل ما نتكلم في موضوع حلقتنا النهاردة أحب أرحب بزميلتي اللي منوراني دايما نورهان لايق. اهلا يا نورهان. اهلا بيك يا هاجر واهلا بيكم مشاهدينا الاعزاء. كل سنه وانتم طيبين. عايزه اقول لكم ان احنا النهارده مجهزين حلقه مختلفه قوي شويه. طبعا احنا طول رمضان زي ما هاجر قالت عمالين ناكل لحوم وفراخ واسماك لحد لما زهقنا، فقلنا بقى نغير شويه بخامات بسيطه بس في نفس الوقت يبقى طعمها حلو وتبقى لذيذه ومختلفه. مين اللي هيقدم لنا طبعا الاكلات المختلفه الجديده؟ طبعا الشيف مومانيا اللي دايما منورانا ومنوره السفره بتاعتنا. ازيك يا نور؟ عامله ايه؟ الحمد لله منورانا. ازيك يا هاجر؟ انا عايزه اقول لكم ان حلقه النهارده كانت فكرتها فكره ام منيا، يعني هي مش فكرتنا خالص، هي اللي فكرت الفكره دي وهي اللي قالت. انا قلت بقى احنا طول رمضان لحمه وفراخ وبط نعمل بقى حاجات كده بسيطه نريح معدتنا شويه وجبنه كمان وتجيب كمان لان طبعا انت عارفه الازمه اللي موجوده دلوقتي ازمه كورونا والمصاريف بتاعت الناس الاولاد والقعده دي طبعا مفيش، وطبعا الواحد زهق من كتر اللحوم مثلا كده. لا طب ما احنا نعمل اكل اقتصادي وفي نفس العناصر والقيمه الغذائيه بتاعته هتبقى هي هي. طيب قولي لنا عامله لنا المنيو ايه النهارده بقى؟ عامله لك اكله من بتاعت ستي. هقول لك حمص بالبيض. تمام. وهنعمل فول بالسجق. تمام. وكفته بالبرغل. يعني اكلات كده بسيطه ومش هتكلف كتير ومفيده ونرجع برضو بالزمن شويه الحب. نبتدي بايه بقى نعمله على الهواء؟ احنا ممكن نبدا بكله مع بعضه كده بس نمشي خطوه بخطوه. الاول خالص انا هحط، لان انا هعمل الكفته على البخار. تمام. عشان الناس في ناس طبعا تبقى عايزه سوري في عايز هات المايه، في عايز اكلات دايت بيحافظ على بيعمل السعرات الحراريه بتاعته وكده بيحافظ على نفسه وعلى جسمه. تمام. احنا هنحط المايه بس تغلي. تمام. طيب انت كنت بتقولي لي قبل الحلقه انت ما بتستغنيش عن المساعده بتاعتك ايمان عطيه. انا هي موجوده معانا هنا في الاستوديو. هي طبعا هتساعد ده بقى دي نجمه من النجوم اللي ورا الكواليس. من الناس اللي ورا الكواليس. انا قبل كده قلت ايمان ربنا يديها الصحه يا رب. يا رب. بصي احنا طبعا انا قلت لك قبل كده الميه اللي بكون بعمل بيها على البخار لازم احط لها توابلها، لازم اكون حاطه فيها بصله واكون حاطه فيها البهار عشان ما تاخدش من اللحمه العناصر اللي فيها والبهار بتاعها وحاجتها. تمام. عشان الطعم كمان. ما هو الطعم هيتغير لو الحاجه نزلت في الميه. احنا كده نبدا بايه؟ بحط الملح وبحط الفلفل. انا بجهز بس الميه اللي احنا هنعملها. تمام. كده مجهزين الميه بالبهارات بتاعتها للكفته. ايوه يلا نشتغل. ماشي. وبعد كده نحاول نيجي نجهز. عايزه هنجهز الحمص. تمام. الاكل ده للفطار يا جماعه مش للسحور، يعني مش عشان هو كله حمص يبقى سحور، لا ده فطار. لا طب انا اقول لكم، انا جوزي النهارده قال لي انا عايز اكل ايه؟ والله العظيم قال لي عايز اكل فول وطعميه. قلت له فول وطعميه؟ قال لي نفسي فيه. احنا طبعا هنجهز، حطينا الحل اهوت، هنحط الدهان وبخرط البصله اللي هتتحط. تمام. عايزه اقول لكم ان حلقه الشيف المومونيا بنفضل نضحك فيها من اول الحلقه لحد الاخر، بتبقى حلقه لطيفه ودمها خفيف. فعلا ده حقيقي والله، يعني مبسوطين جدا اليوم اللي انت جايه فيه، بنحس عارفه وانا والله ببقى مبسوط وجايين مبسوطين. انا كمان والله ببقى مبسوطه جدا ان انا معاكي حبيبتي يا ماما. نحط الدهان طبعا، وهو مطبخ سحر الهوانم لازم يبقى فيه ام مونيا اكيد.
طب الكميات بقى كده يعني تتحسب ازاي او ايه يعني؟ بصي هقول لك على حاجه، احنا بالنسبه للحمص انت عارفه ده قد ايه؟ ده ثوم. ثوم ثوم ده على فكره ياكل 3 4 افراد. تمام. طب الثوم ممكن نحط عليه كام بيضه؟ والله البيض ده بقى بيتحسب بعدد الافراد الاسره. تمام. يعني كل واحد تحطي له بيضه. تمام. عايزين بقى نشوف على الشاشه كده يا شباب طريقه الحمص بالبيض. نحط الطريقه قدامنا. الحمص طبعا من البقوليات ولازم يتنقع. انا بنقعه قبلها من بالليل والصبح بديله غلوه. تمام. معانا على الشاشه طريقه الحمص بالبيض، يا رب تشوفوها كده وتعملوها. انا عايزه اقول لكم اكتر حد هيعمل وصفات الشيف ام مونيا ويتصور جنب الوصفه الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله هننزل صورته معانا في الحلقه. طيب احنا حطينا البصل. تمام. هننزل بعد كده بقى بالحمص ولا لسه في حاجه ثانيه هنحطها؟ لا احنا هنحط معجون الطماطم اللي هو الصلصه. تمام ماشي. وهزود شويه الميه واحط البهارات. هو اكله بسيطه خالص على فكره ما بتاخدش وسريعه. لا ما بتاخدش وقت. هو ده احلى حاجه. انا اروح النهارده اعمل بقى اكله من دول بما اني هروح متاخر على الفطار واتصور انا واطلع الحلقه الجايه. هستضيفك. ايه رايكم كده عمال ما البصله بس تتبل؟ ايوه. نعمل ايه؟ الكفته. ايوه. قولي لنا. ماشي. تمام. احنا هنجيب بصله. ايه اللي بقى، ايه اللي جاب يعني الاكلات او الافكار دي في دماغك؟ يعني اشمعنى كده لما كلمناكي هنعمل ايه؟ نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا. لان المفروض يعني زي ما بنعمل اكل العزومات والحاجات الثقيله نعمل برضو اكلات على القد كده. يعني لازم ده يشيل ده، ما ينفعش ده. وبعدين انا قريت على فكره في التعليقات المره اللي فاتت في الحلقه اللي فاتت ناس كتير كاتبه فعلا كتبوا احنا عايزين اكلات على قد الايه. انت لما كنت بكلمك كنت بتقولي لي نفسنا نرجع لايام زمان في اكلات كتير كانت ستي وامي بتعملها. بس احنا طبعا نسيناها. خلاص الجيل بتاعنا بيخفي معالم كتير للاكلات بتاعتنا الشعبيه المعروفه. الاكلات السريعه هي الطاغيه على الموضوع المتصدره. هي الترند. هنحط معلقه. عايزين نعمل كورسات يا نون. عايزين نعمل كورسات في الطبخ. تضحك. مش سيبيني مع البصل دلوقتي. نطلع نطلع بس من ال انا عايزه اقول لك انت عشان تكلمي مامونيا في رمضان ما شاء الله ما تعرفيش تكلميها. ده حقيقي. وانا انا تبقى مشغوله عيني جدا وتبقى تعبانه عليا. عايزه اشكرها جدا. مفيش مشكله. خير. زودت شويه الميه. انا عايزه اشكرك ان انت اصلا فضيتي وقت وجيتي معانا. يعني عارفه فعلا وقت يعني رمضان بيبقى مضغوط معاكي سواء وقت الفطار من بعد الفطار بقى لحد تاني يوم بتجهزي فطار تاني يوم وهكذا بقى الموضوع. ولما الاعداد كلمني والله انا حقيقي كنت مشغوله جدا بس وفيت طبعا عشان بموت. انا قلت انا لازم اكلمها بقى. يعني انا قلت مش كفايه الاعداد لازم اكلمها بنفسي عشان هي فعلا كلمت. يعني هاجر كلمتني كمان فانا ما اقدرش طبعا اقول لا. يا رب يخليكي. هنحط طبعا الحدق بتاعنا. يعني احنا دلوقتي غلينا الميه وبهرناها وحطينا عليها بشر البصل. دلوقتي بنجهز الحمص. ايوه انا بتكلم على الحمص. لا احنا حط حتى كده مش حمص. هذا جنب البوتاجاز. بصي البخار طالع عليها. مش واخده بالها. طب قولي بقى تاني كده عشان الناس تركز. احنا حطينا البصله وبعد كده حطينا الصلصه وزودنا شويه ميه والملح والفلفل. تمام ماشي. والبهارات. تمام. ده كده بنجهزهم لايه؟ بنجهزهم للحمص صح؟ ايوه. ما انا ما انا قلت كده والله. الحله الثانيه اللي فيها الحله الثانيه عشان الكفته. انا افتكرت انها حتى ميه برده في الاول ولا حتى زيت. برده. لا الزيت لل كنت بحطه عشان خاطر الحمص. تمام. ما انا مش شايفه الحله. انا عايزه انط جوه الحله. زي ما بيقولوا. على فكره الحمص من هو بيبقى منقوع. تمام. وكمان واخد سلقه بسيطه. يعني طيب. شوفي شوفي الوان بيبقى عامل ازاي. يعني ده كده منقوع واخد سلقه. طيب. بيبقى ايه مستوي. بيبقى سهل طري. على طول سهل. فانتي تمام. معانا اتصال تليفوني من استاذ محمود ابو ريه. الو. اول مكالمه معانا النهارده من راجل. اول مكالمه معانا. مساء النور.
ازي حضرتك؟ منور الدنيا. ربنا يخليك، منورنا استاذ محمود. اتفضل. منور الدنيا استاذه هاجر واستاذه نور. منورنا، اتفضل. اهلا بيك. واستاذه جيهان طبعا منور الدنيا كلها. تقول ايه لو استاذه جيهان النهارده نفسك تسالها سؤال ايه على الهوا؟ انا بس عايز اسالها عن ايه النهارده؟ انا طبعا متابع معاها، وطبعا ايه انا ياما اكلت من ايديها. طب قول لي ايه اكتر اكله اكلتها من ايد ام مونيا؟ الاكله دي عجبتك من ايديها؟ بصي، هو كل اكل بتعمله زي الفل. مشويات تمام؟ جميع الاكل بالذات المشويات عندها بتبقى روعه 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 الصراحه يعني. وبعدين عندها ميزه جامده قوي، لو في حفله او في اي حاجه زي كده تمام؟ بتديها الاوردر قبل ميعاده يكون متنفذ، وكمان الطعم حتى العدد بيبقى كبير وبرده الطعم بيبقى زي الفل بصراحه. طيب بصراحه ما شاء الله عليها، ربنا يوفقها يا رب. بتدخل المطبخ يا استاذ محمود؟ ايه ده؟ بتدخل المطبخ؟ اكيد طبعا لازم تعمل بكل صراحه. طبعا ايه؟ بكل صراحه بتدخل المطبخ؟ لا لازم، كل راجل لازم يخش المطبخ حتى عشان يذوق حتى. صح، عشان تهزني يذوق. تقولي له ايه بقى يا مامانيا؟ مش عارفه الحقيقه، انا محروقه. طب هتجرب بقى يعني، جرب وصفه كده من وصفات النهارده وبقول لنا رايك فيها ايه. ماشي. الاكل كده يا مامانيا تعملها له ايه مع الوصفه؟ الاكل التاني. شكرا لحضرتك. هنعمل فول بالسجق. بصي انا، بصي انا هتكلم بصراحه، انا اصلا ما بعرفش ازوق في الكلام. انا بتحرج الحقيقه. ايوه. ومحروقه شويه. لا بتتكلم. هتعملي الاستاذ محمود ابو ريا ايه؟ المرة الجاية. ماشي. البصلة تمام، وهنحط اللحمة. اللحمة قد ايه برضو؟ ديت ربع كيلو. دي ربع. تمام. ماشي. عشان بصي، في ناس بتعمل يعني بتمشي بتجيب بتمشي على الخطوات صح، بس انا عملت بصلة بصلة وعليها ربع كيلو. انا كده البصلة بتفك معايا. مش هتفك عشان خاطر احنا كمان هنحط برغل. تمام. البرغل نمسكها شوية. البرغل احنا نقعناه تمام من بالليل. ده 100 جرام على فكره يعني. مش كميه كبيره. بس يعني هو بيزيد. قلت له حوالي ايه يعني؟ حوالي 100 جرام. 100 جرام. ماشي. هو البرغل بيزيد دايما. انا فعلا اول مره تنجح معايا امبارح عملتها بالبرغل. بس بقى اكيد هنحط التوابل بتاعنا حبيبتي. هو البرغل بيمسكها فعلا، بيخليها يعني ما تفكش. طب قولي لنا بقى حاجه، والميه بتاعت البصله كده ممكن ما تصفيهاش والله؟ لا عادي، ما دام انت بتعملها كده، ما دام انت حاطه البرغل ما فيش اي مشكله. بيشرب الميه اللي في البصله. طيب يا ريت بقى يا شباب تحطوا لنا مقادير الكفته البانيه. كفته البانيه احنا دلوقتي شغالين فيها، وحطوا لنا الطريقه ما تحطوها كده بقى. حطينا ايه تاني معلش؟ حطينا توم باودر. الملح. تمام. وقبله بهارات. تمام. فلفل اسمر. كله رشه يعني، رشه بسيطه كده. و معانا كفته البانيه على الشاشه. المقادير نص لحمه ماشي. مفرومه ده كده تمام. 200 جرام برغل. بيضه. بصله ناعمه. تمام. بيضه. فيجيتار. سمعتوا المقادير؟ يا ريت تنفذوها. واول حاجه يا ريت تنفذوها. هتجري 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 كده. حطينا بيضه على الكميه دي. ايوه تمام. معانا اتصال تليفوني. ايوه. اهلا بيك يا شروق. كل سنه طيبين يا جماعه. وانت طيبه حبيبتي. والله مبسوطه اني وصلت لكم. حبيبتي منورانا يا شروق. انتوا اللي منورين، ومونيا منوره الدنيا، وتستاهلي اكتر من كده يا حبيبتي. وربنا يا رب يوفقك يا رب. انت احسن حاجه قابلته في حياتي، وشاطره مش عارفه اقول ايه والله. انا مبسوطه جدا ان انا بكلمك. ازيك يا شروق؟ عامله ايه؟ ازيك يا روحي؟ ربنا يوفقك يا رب ويسعدك. ربنا يخليك يا شوش. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا بحب اكلها جدا. اصلا انا ما بعملش اكل ما بجيبش غير منها. قول لنا ايه اخر حاجه؟ هي حد ممتاز ونظيف جدا. ايه اخر حاجه اكلتيها طيب من ايديها؟ إيه، كانت عامله فراخ كنتاكي جاهزه على التحمير على طول، كانت تحفه. انا ادمنت الاكل اللي دي، انا اصلا مش عارفه اعمل دايت بسببها. بحبها جدا. احنا النهارده عاملين كفته للدايت يا شروق. النهارده عاملين كفته للدايت. يعني هنعمل جزء منها ينفع للدايت يعني، اشوفها على طول واعملها. انا كل وصفاتكم بحبها. تصوري بقى يا شروق. خلاص انا استناكي تجربيها. جربيها وتصوري جنبها. عينيا طبعا طبعا. حبيبتي يا شروق نورتيني. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكي يا حبيبتي. الله يسلمك. طيبه حبيبتي. ان شاء الله.
طب قولي لنا بقى، انت قلتي هتعملي انا عايزه اعمل الكفته. قولي لنا انت قلتي هتعملي لنا كفته ايه وايه وايه، قلت لي ثلاث طرق، قلت لي ثلاث طرق قبل الحلقه. بصي الكفته دي بقى ميزتها ايه؟ ان انت هتعمليها على البخار، ممكن اللي هم عاملين دايت ياكلوها كده، واللي مش عامل دايت ممكن هو يحمرها وممكن يعملها بالفيجيتار. تمام، بتبقى حلوه قوي. بس الاول قبل ما نكمل الكفته معلش هنعمل ايه؟ العدس، الحمص. الحمص، الحمص بالبيض. على فكره المكالمات وطرتني طبعا حبايبي، خلتني مرتبكه جدا. عايزه اقول لك هو في مكالمات كتير، يعني هم ايه بيحاولوا ياخدوا مكالمه ويستنوا شويه، يعني هو حبايبي كتير. على فكره انا فعلا اتوترت على فكره من المكالمات، اتحركت ليه يعني يا مولي؟ مش عارفه. قولي على كل حبايبك واللي بيحبوكي واللي انت دايما بتسعديهم اكلاتك. مش عارفه، اول مره بقى فمحرجه يا جماعه، مش عارفه. تعودي معانا ان شاء الله. ان شاء الله. ممكن معلقه؟ المعلقه اخد المعلقه الخشب. تمام تمام، انا هاخد دورك يا امان النهارده، هاخد دورك اساعد بنا. ماشي. الحمص معانا اتصال تليفوني. مروه، الو. طيبين مروه، عامله ايه؟ تمام الحمد لله، كل سنه وانتم طيبين. انت طيبه يا مروه. ايه نفسك تاكلي ايه من ايد بابونيا النهارده؟ والله كل الاكل اللي بتعمله جميل والله. اكلتي حاجه من ايد بابونيا قبل كده ولا لا؟ اكلت كتير والله، مش اكله معينه، اكلها كله تسلم ايديها والله. تسلمي يا حبيبتي. متابعانا من اول الحلقه؟ طيب ايوه قاعده والله يا بتفرج. طب هتجربي ايه بعد الحلقه؟ يعني حابه تجربي ايه في يوم؟ احنا معانا هجرب دي بتعمله حالا والله، اجرب اشوف هي بتعمل ايه وعامل زيها. معانا حمص بالبيض ومعانا فول بالسجق. هجرب الفول بالسجق ده بقى. خلاص هستنى الصوره. على فكره الصوره يا مروه، احنا المشاهدين بتوعنا. على فكره يا مروه والله جربي الحمص كده هتلاقيه جميل قوي على فكره. يعني في كتير قوي بيخاف من حكاية الحمص دي ومش عارفها، في ناس كتير قوي مش عارفينه، يمكن عشان هو بقاله كتير، ناس كتير قوي ما تسمع. بعيد عني يعني، بعيد. تمام، احنا كده حطينا الحمص في الطاجن. الحمص حطيناه في الطاجن. تمام، وهنحط له البيض دلوقت. ماشي تمام، حطه على الوش. تمام. كنتش متصوره الاكله يعني بصراحه، ما اكلتهاش قبل كده ولا انا خالص، انا عمري برضه ما جربتها. هي ستي اللي كانت يعني قلت ممكن التركيبه تبقى شويه ايه يعني مختلفه او جديده، بس حاساها حلوه يعني. ماشي، حط في الفرن. استنوا يا جماعه، احنا نسينا حاجه. ايه هي؟ نسينا رشه الملح ورشه فلفل اصفر. اوعوا تنسوا رشه الملح والفلفل طبعا بتشيل الزفاره بتاعه والطعم البيض وبتطعمه. تمام، بياخد وقت بقى في الفرن ولا؟ لا هو يا دوبك بس شويه. حاجه بسيطه بس كده. اكلات زمان يا جماعه هنرجع لها مع ام مولى. رجعه تاني، استنوها. تمام، خلصنا اول مرحله، ندخل بقى في الكفته ونصبر على بعض. معانا اتصال تليفوني. احمد، احمد من الشيخ زايد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه رايك؟ كل سنه وانتم طيبين. وانت بخير يا رب دايما. ايه رايك في حلقه النهارده؟ اللي بتعملوها والله يا ربنا يخليك. احنا بنتعلم منكم برضو، بس ما بنعرفش نعمل الحاجه، ما بنعرفش نطبقها يعني. طب ليه؟ احنا ماشيين خطوه واحده واحده، والمقادير وكل حاجه. طريقه البلح الشام ما عرفتش اعمله. بلح الشام ما عرفتش اعمله. طب ممكن يبقى مشكله ايه؟ يعني انا عملت ميه وبعدين رحت حاطط ذره ملح وذره سكر وبعدين نص كوبايه زيت. تمام تمام، احنا ان شاء الله باذن الله. تمام، هنعمل حلقه ثانيه للحلويات ان شاء الله. عارفه معاكم تقولي لي على الطريقه عشان الاسئله طلعت كده. تمام، هنقولها لك في اخر الحلقه. او وطي صوت التلفزيون وراك، وطي صوت التلفزيون. شكرا شكرا استاذ احمد. هنعمل لك ان شاء الله حلقه مخصوصه عن الحلويات بقى كلها، ونجمعها ونقول ايه ممكن ما تتظبطش او ايه اللي يخليها تفك او ايه اللي يخليها طالعه مش مظبوطه. وتابعنا على الصفحه بتاعتنا، هننزل لك المقادير اللي انت عايزها كلها. سيب لنا السؤال بتاعك على الصفحه وهنخلي مامونيا بنفسها ترد عليك.
كده هنبدا في الكفته. تمام ماشي هنعجنها. يعني بصي انا بحب اشتغل بايدي بس على طول طبعا جوانتي بيتغير وكده. تمام يعني بتبقى اسهل بكتير. بصي انا بتعامل دلوقتي كانك في البيت عندك. بالظبط في البيت عندك بالظبط. احنا عايزين نعمل ده اللي هو بحيث ايه اي واحده في البيت تقدر تعمله بسهوله. لو حد مثلا ما عندوش عجين او ما عندوش حاجه ما يقابلش مشكله. لا احنا بنتعامل عادي كانك في البيت بالظبط. ايوه وبعدين انت اصل الاكل البيتي يعني فاحنا لازم نبقى نفس طريقه البيت. الاكل البيتي بيبقى ليه نكهه مختلفه عن بره. عن بره اكيد. بتحسي بالنظافه اكتر بتحسي بكل حاجه اكتر راحه كمان وانت بتاكليه نفسيا بتبقي مرتاحه. عشان كده لما تقولي اكل بيتي ام مونيا نعرف على طول ان هو بيتي ونبقى مضمون ونبقى واثقين فيه. تمام. ليه اخترتي اسم اكل بيتي يا ام مونيا؟ لانه هو معمول في البيت. تمام يعني كل حاجه في البيت كانك انت اللي عاملاها بالظبط. تمام فعلا انا بحس انا اكلت من اكلك قبل كده بحس ان هو فعلا بيتي قوي. بصي انا هلف لك الكفته بقى كانك انت بقى بتلفي في البيت مش ان هو لفت بقى ايه. لا احنا عشان المطعم سيخ او حاجه. هو احنا عندنا اللفه بالصباع. طب والله حلو. على طول. بصي انا هقول لك على حاجه بقى دي هتلاقيها طريه جدا ومش ناشفه وهشه. يعني بصي هتجربيها. لا انا امبارح قعدت اقول ايه قلم. طيب السيخ بتاعي راح فين؟ طب اجيب قلم. طب اصبعه ازاي؟ قلم وتنسيه صح. ايوه لبنى عبد العزيز اهو. بصي مفتوحه من جوه عشان تستوي براحتها. تستوي بصي صدقيني هتبقى طريه جدا وهتلاقيها طعمها اللي في الفرن بتبقى ارفع شويه. شكلها غريب كده ليش بتكش على فكره. ديت لا ولو كشت هتكش حاجه بسيطه قوي خصوصا عشان البرغل اللي فيها مش هيخليها تكش قوي. تمام وهتبقى طريه جدا. انا فعلا كانت بتفك معايا واول ما بقيت اضيف برغل بقت ناجحه الحمد لله. نتعلم منك. دي هنعمل منها بالفيجيتار وهنعمل منها على البخار صح كده؟ وهنعمل منها متحمر. يا ريت تبصوا على التصبيعه دي لانها فعلا عجباني. لان اي حد ما عندوش سيخ او يعملها بالطريقه دي يعملها بالطريقه دي هتبقى اسهل بكتير قوي وتوفر بقى عليهم ان هم بقى يدوروا لا نروح نجيب عصيان شيش مخصوص عشان خاطر نعمل. انا يعني بعمل كاني انا بعمل في البيت عندي بالظبط. تمام احنا خلصنا. وبين انا عجبني ان انت يعني ايه اي اكل او اي اوردر او اي حاجه انت لازم تبقي موجوده فيه. يعني لازم تبقي موجوده ما بتسيبيش مثلا يعني حد يعني النهارده مثلا شايفه عماله تليفونها يعني اقعدي طب شويه طب خلينا بعد الهواء تاخري معانا شويه. لا هي مصممه ان هي تروح عشان خاطر تطمن على الاوردر اللي هيطلع النهارده. فيعني دي حاجه الله يبارك لك فيها والله فعلا. انا ببقى قاعده بقى متوتره بسبب ان مثلا في حجوزات. يعني في الايام العاديه انا ممكن ايه اجز يعني اقول النهارده اجازه بس عشان احنا في رمضان فما ينفعش. كله يبقى معتمد بقى الفطار وكده. تمام. البيض بياخد قد ايه بالظبط في الفرن يا ماما؟ هو هنطلع هوا. في ناس بتحب تطلعه ني شويه وفي ناس بتحبه مستوي قوي. انت الافضل ايه في الطعم؟ انا بحبه تكات الطعم دي انت اللي تعرفيها. انا عن نفسي مش بحبه ان هو يبقى ناشف. لا انا مش بحبه ناشف وانا بحبه نص سوا. هنحط طبعا المصفى هنا. حلوه المصفى الذكيه دي. ماشي بشوف ادوات مطبخ فعلا بتبقى كلها ذكاء وما بتاخدش مكان يعني بتعمل كذا وظيفه. يعني بتنجز كذا حاجه. بصي دي حاجه من كده حطينا زيت. ايوه دهنته. تمام نبدا بقى ايه نعمل ايه نرص الكفته. هنطلع فاصل وهنرجع نكمل موضوع حلقتنا النهارده. تمام يعني نطلع فاصل ان شاء الله بعد بس هترصي وبعدين نطلع فاصل على طول. تمام. هنغطيها طبعا. تمام
يعني الميزه بتاعت المصفى ان هي تتغطي تسمح لك ان انت تغطي. تسمح لك ان انت تغطي. يعني تفتكري انها تستوي على البخار بعد قد ايه؟ 10 دقايق. تمام هنطلع فاصل وان شاء الله ممكن تقعد اكتر لو انت ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم موضوع حلقتنا النهارده وهو اكلات على قد الايد. وطبعا زي ما قلت لكم دي كانت فكره ضيفتنا النهارده الشيف ام منيا. منورانا. نورك يا حبيبتي. قولي لنا بقى. نورك يا حبيبتي. والله حبيبتي. رمضان ما ينفعش من غيرك. اه حبيبتي تسلمي لي والله. قولي لنا بقى الكفته اخبارها ايه؟ الكفته خلاص هي هنشيلها دلوقتي جنب البوتاجاز. اه يعني غيرت قلت لها ايه روحي بقى جنب الكفته المره دي وانا اجي جنب الحمص روحي شمي. طب هي اسمها بيض بالحمص ولا حمص بالبيض؟ حمص بالبيض. حمص بالبيض. طب هي بيض بالحمص اهو بتفرق معايا. قولي لنا بقى الاكله الجايه هنعمل الفول بالسجق بس الاول نشوف الكفته. جربوا بقى النهارده كده يا جماعه حاجه وقولوا لنا ايه رايكم في الطعم وصوروا لنا الاكله بتاعتكم. يعني كل واحد هيعمل حاجه يصورها يبعتها لنا وهنشوف افضل حاجه واكتر حد عملها صح وهنشكره على الهوا ونطلع الصوره بتاعته ان شاء الله. شوفي الكفته ما خدتش وقت كمان. لا ما بتاخدش وقت يعني دي دايت. اللي هم بيعملوا دايت حلوه جدا ان هم ياكلوها جنب ايه بقى يا مومونيا ممكن تتاكل اللي بيعمل دايت؟ يبقى ممكن رز بسمتي لانه السعرات بتاعته قليله جدا. تمام. او العيش السن او السلطه. تمام. انت قلتي انك عامله لنا رز معمر. رز معمر الحمص. الرز معمر الحمص النهارده في كل حاجه. بصي يا ستي دايما كانت تعمله مع رز معمر. ليه بقى مش عارفه. يعني هو ما ينفعش معاه رز بشعريه تقول لك لا. هو رز المعمر. هي الاكله تركيبتها كده. هو رز معمر يعني رز معمر. هي الاكله التركيبه كده. يهديكي يرضيكي احنا يقول لك هو كده مفيش اللي هو. تمام ماشي. طب قولوا لنا طريقه الرز المعمر كده يا شباب برضو نزلوا لنا الطريقه على الهواء. بسيطه قوي على فكره. رز المعمر اهم حاجه بس في اللبن يكون حلو. بتتقدم من الكلمه يعني رز المعمر لا ده بقى حاجه تقيله. انا ما عملتوش قبل كده بصراحه. لا 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 لا, لا, لا. قول لنا بقى طريقته بقى. انا قاعده بسيطه على فكره خالص والله. بصي انا هقول لك على طريقتين. طريقه اتعلمتها من حماتي. تمام. وطريقه من ستي. طب قولي لنا بقى الطريقه وهم ينزلونا الطريقه على الهواء. هي طريقه ستي ان هي بتحط الرز بعد ما بنغسله نحطه ونحط عليه لبن بس يكون دسم شويه والملح بتاعه ويخش الفرن ولما يطلع نحط بقى السمنه على الوش يشرب. تمام. طريقه حمادي ان احنا بنجيب البرام ندهنه سمنه فلاحي معمر على الهواء. ماشي. ندهنه سمنه فلاحي وبعد كده نقوم جايين حاطين فيه الرز ونحط الملح ونحط اللبن بس. تمام. ماشي. وما نحطش بقى على الوش بقى سمنه لان بيبقى فيه بس. تمام. الطريقه هي على الهواء رز 2 كوب لبن رز معمر رز. كوب ونص رز سمنه بلدي. طب قول لنا الطريقه بقى. انا بفكر انت هتحطي رز معمر عشان يستوى. انا بخرب. قولي عايزين احنا الطريقه اللي انت عامله بيها من غير ما حد هيزعل في الطرفين. مش هيزعل فيهم. هي خلتني مسكت اصلا من غير لا هي كده اتاكدت ان انا شفت. انت مش كنتي بتقولي لي هاجر شيف؟ خلاص. انا بقول لك ما عملتوش قبل كده. ما تعملوش خلاص كده بعد كده. تمام. احنا تيجي نعمل السجق؟ يلا بينا. ماشي. ماشي وبعد كده نبقى نحمر بعدين. تمام. ماشي. قولي لنا بقى السجق طريقته ايه؟ ماشي. احنا هنحط الاول دهان بسيط على فكره مش كتير لان كده كده السجق فيه نسبه دسم. ماشي. تمام. انا مش هنزل الاول ببصل. حلو. اللي انا هنزل بيه الاول السجق. السجق. ماشي. انا هديله ايه صدمه. صدمه الاول على النار. بنقطعه مش بنسيبه زي ما هو. تمام. انا هديله صدمه الاول. يكون الزيت سخن ونديله صدمه على النار. مع ان انا بالذات مش عايزه اتكلم في الطرق. على فكره في ناس بتسلقه بتديله سلقه الاول على البخار. تمام. طب والطعم بيبقى ايه؟ يعني السجق المسلوق هيبقى الطعم هما يقولوا لك عشان ما يكشش قوي والدهون اللي فيه اللي هما بيعملوا دايت بيسلقوه الاول. تمام. اما بقى الناس يعني اللي زي حالاتنا كده ما بيعملوش ده. الكفته اعتقد طعمها مش هيغير. لا لكن السجق انا مش عارفه مسلوق ما جربتوش. طب وانت قلت لنا انا على فكره ما جربتوش انا رخص.
طب وانت الكفته قلتي هتاخدي منها ممكن تقلي منها وممكن هنعمل بس نخلص بس السجق الاول. تمام. انا بس عايزه اقول للمشاهدين ان كده الكفته ما خلصتش لسه. لا الكفته لا الكفته ما خلصتش شويه. احنا هنسيبه عشان كمان ينزل الدهون اللي فيه وياخد صدمه الاول. كله ايه سريع سريع على طول بيخلص ما بياخدش وقت. انا بحب الاكلات السريعه اللي ما بتاخدش وقت بالظبط. يعني بصي قبلها بنص ساعه هتخش المطبخ تعملي الفطار واكلات بسيطه وهتلاقيها كمان يعني هتشبع هتملى. عارفه ربع كيلو سجق مع طبق فول هيعملوا لك اكله. تمن حمص هيعمل اكله. يعني مش لازم يعني نكلف يعني مش لازم نكلف عشان نقول يا جماعه احنا عملنا فطار. يعني بعد كده بقى اول ما يبدا يتشوح نعمل ايه؟ ننزل فول ولا لسه حاجه ثانيه؟ البصل. بنقطع البصل ايه شرايح تمام. ريحه السجق يا جماعه يعني انت جبتيني في وقت بعد ما الكفته بدات تطلع ريحتها والسجق بدا يطلع ريحته. انت قاعده ما كانش فيها كده. انت صايمه وانت صايمه صح؟ مالي مشكله نور ما تنسيش انت صايمه زي ما قلنا. مش هضعف. في ناس بتنسى او بتعمل نفسها بتنسى. هانت والله. هو رمضان جري يعني هو رمضان بيجري على طول. هو احلى الاوقات يعني على طول بيخلص يعني سبحان الله. طبعا فكره ان احنا نعمل اكل سريع ويكون على قد الايد دي فكره كويسه طبعا لكثير من الناس في اخر رمضان لان اخر رمضان زي ما احنا عارفين ان بيبقى اغلبيتنا اشتروا بقى لبس العيد واشتروا كحك وبسكوت وعملوا عزومات كتير وحاجات كتير. فبنبتدي بقى نعمل ايه؟ نعمل اكل اقتصادي، اكل ما ياخدش تكلفه عاليه علشان نحوش للعيديه. حوشت للعيديه؟ لسه. انا مستنيه اعمل العيديه منك يا وجه. هنعمل اكل اقتصادي من عيني. العيديه هاخدها منك. هعتبرك بنت من بناتي مع ان انا عندي ولاد بس. نحط طماطم. نزلنا بطماطم. انا على فكره بحب احط فلفل الوان. تمام. عشان خاطر ايه؟ يدي شكل كده. يدي لون شكل حلو قوي. هقطع. والاخضر هاخد من كله. بيتي بساعدك اهو. ما قصرتيش. والله بجد انا بحب الحلقه بتاعتك جدا. بحس ان انا مبسوطه قاعده في المطبخ بتاعي. على فكره انا كمان بكون مبسوطه قوي بالحلقه بتاعتكم. بس مش عارفه هو النهارده ممكن عشان كانت اول مره حكايه الاتصالات التليفونيه. احنا بنحاول نقنعك بيها من فتره وانت بتقولي متردده. انا عايزه اقول لكم هي قالت لي خلاص وقفي بقى المداخلات لان انا فعلا اتوترت. يعني ما حدش يزعل يا جماعه. انا فعلا مع ان والله العظيم في مكالمات كتير هم فعلا هم كانوا بتتصل وبيقولوا لي بس بتحبك يا ماما. احنا مش هنزعل المشاهدين. احنا مش هنزعل المشاهدين. عايزين يستغلوكي وعايزين يعرفوا منك كل حاجه وكل خطوه وكل طريقه وكل حاجه. طيب عشان ما نزعلش معلش المره الجايه يا ريت كل طيب هقول لكم عشان ما نزعلش المشاهدين نعمل ايه بس بعد ما نشوف معانا مقادير السجق. فول بالسجق. ايوه. انا بحب قوي احط حته هريسه. ماشي. نص سجق، 3 كوب فول يعني بتدي طعم طماطم احلى فلفل اخضر والوان وكمان بصلايه وملح ومعلقه صلصه ومعلقه هريسه فلفل احمر مشطشط. ماشي. بيدي طعم كده حلو. يعني ده فلفل بس. بس حرق قوي. مش هجرب مش هجرب. حرق قوي. لا جرب. انا عايزاه كده ايه يبقى فيه صوص. ماشي. الصلصه دي بتبقى جاهزه ولا انت عاملاها في البيت ليها تكات ومونيا ولا ايه؟ لا الحقيقه معجون الطماطم ده جاهز. ده جاهز انما في الطبيعي ممكن تعمليه انت. بعمل. تمام. عايزه اقول لكم ان احنا اي حد كلمنا النهارده لو عنده سؤال تاني عايز يساله ممكن يبعت لنا على الصفحه بتاعتنا ومونيا هترد بنفسها ان شاء الله باذن الله. يلا قولي لنا بقى يا مونيا حطينا الفول؟ حطينا الفول. انا متابعه. انا مراقبه كل حاجه. شكلك شاطره يا نور. بحاول. انا مش عايزه اقول لكم الالوان في الطاسه شكلها جميل جدا. الفرن بارد قوي يعني بجد. الفرن على فكره بارد جدا. يعني لدرجه ان البيت لسه ما اتعملش.
ممكن نعلي الدرجة ولا ايه؟ اه يا ريت. شوف الدرجة. بنسيبهم وقت طيب مع بعض ولا برضو؟ انا هدخله الفرن كمان. هندخله الفرن؟ اه انا بحب ادخله الفرن عشان خاطر ايه ياخد طعم الفرن. يتشبعوا من بعض اكتر. اه والفرن كده تحس لما الحاجة بتخش فيه بيديله نكهة مختلفة فعلا. اه تمام. خلي ما انت ياخده. شوفي اصلا شكل الالوان بتاعها جميله ما شاء الله. الاولاد بقى في البيت بيحبوا اني اكل في دول اكتر في النهارده؟ السجق. السجق بالفول. اه الحمص مش عارفينه. مش عارفينه يعني ممكن عملته مره بس هو قليل فعلا في استخدامه قليل. ايوه احلى حاجه ان انت بحسه ان انت بتحبي تستخدمي قوي الطواجن دي، بحس انها بتدي طعم كمان للاكل. اه صح حلو قوي. وبحب دايما انت عارفه احب اعمل فيه المحشي. طواجن جميله جدا وخصوصا اكيد بيبقى مختلف جدا فيه. هقول لك على حاجه كمان والمحشي البايت. تمام نرصه بقى ازاي؟ المحشي البايت. انا بحب المحشي البايت جدا. نرصه مكرونه البشاميل البايته جدا. اه يعني مش هندخله شويه الفرن؟ هو بيدخل. اه تصوري انا بقول لك وجبه خلاص ما اعرفش والله. انا النهارده اثبتت ان انا فعلا شيف. ممتاز. بقول لك ايه يا ماما مونيا، ما تفكري في موضوع الكورسات. انا لسه بقولها مش شغال الفرن طيب ممكن اشوف الفرن؟ شوفيه كده. طيب. هو كده مش شغال. هو بالنسبه لي كده 50. بس ارفعي فوق. لا هو اعلى حاجه كده. اعلى حاجه 50. ارفعي اهو كده. لا هو اعلى حاجه كده. اه كده اشتغل. ارفعي فوق مني. هاتي 52. لا هو كده اشتغل. لسه معانا وقت البيض بيخلص على طول. لسه كده الكفته صح؟ لسه الكفته. اه فعلا هو ما كانش سخن اصلا خالص. اه عايزين بقى. طيب تمام. نشوف الكفته. نشوف الكفته. نشوف الكفته. عقبال ما الكفته تستوي ان شاء الله يكون البيض استوى. ان شاء الله. احنا كده هنحمر الاول. هنعمل الاول الجزء اللي هو متحمر. هنعمل جزء دلوقتي. تمام. احنا معانا 7 دقايق عايزين ننجز اكتر ان شاء الله. ان شاء الله. ولو كان الفرن على فكره انا يعني بحس ان مامونيا نفسي تقعد معانا اكتر من ساعه بصراحه. لان خليها مفتوحه. احنا نخليها تدي كورسات على الهواء. ايمان. طيب وده كده الرز المعمر بتاعنا. اه احنا بس عايزين حاجه تطلع من الفرن. تمام ان شاء الله باذن الله هتكون استوت. اه ان شاء الله. وحتى لو ما استوتش يعني خلاص المشاهدين عرفوا الطريقه وهنوريها لهم ان شاء الله تكمل سوا. ان شاء الله تكون استوت يعني ان شاء الله. هو كده الفول بالسجق دخل الفرن. عايزه اي حبه ايه في الشتاء اجي ساعد. أوه. انا حاسه ان الزوجه بتساعد اكتر. ماشي يا ايمان. ماشي. بصي هو بالنسبه لي دلوقتي احنا الكفته ممكن نقلي منها. ايمان حتى جوز جوز هنقلي منها كده. يبقى في منها على البخار وفي منها مقلي فيجيتار وفي منها يبقى بالفيجيتار. في منها يبقى بالفيجيتار. تمام اعملي لنا اللي بالفيجيتار ونقلي الاثنين سوا. تمام. ايه رايك؟ لا هو الزيت خلاص سخن اهو. اهو تمام. بصي على فكره بقى الفيجيتار انا اللي بعمله. تمام. مش في البيت. طب قولي لنا كده سريعا. هقول لك في بجيب الدقيق. بجيب الدقيق وبصمات مطحون وبربكة وتوم باودر وبصل باودر وكده. وفي حاجة اسمها مقرمشات عشان تدي القرمشة. القرمشة بتاعته هي المقرمشات. هاتي كده هاتيها. حلو. احسن
احسن حاجه لما تبقى كلها في البيت يعني يبقى الموضوع كله من اوله لاخره بقى سواء النظافه بقى الخامات حتى نفسها اللي اشتغل بيها تبقى معموله في البيت. لا لا شوفي الفرن كده بارد لسه القرمشات فين؟ ايه لسه كده مش بارد اللي في الكيس. طب تمام بصي يا هاجر كده تمام يا حبيبتي قولي لي اعمل ايه وانا اعمله. شكرا. طيب قولي لي هي دي المقرمشات بتبقى صفراء و تقلبيهم بقى بالظبط ببقى مقلباها فيها تمام بتدي قرمشه فبتبقى بتدي لون قرمشه ولون تمام ماشي نحط هنا الاثنين دول الفرن لسه احنا شكلنا هنطلعه زي ما هو كده ومفيش مشكله ليه كده. انا كان نفسي تبقى حلوه كده ما هي الفرن بس تقريبا في مشكله معلش شويه عن كده لا مش عايز يعني بصي يا هاجر احنا معانا دقيقتين وهنختم طب خلاص انا عايزه اقول لكم ان انا في نهايه الحلقه حابه اشكر الاعداد اللي كانوا معانا اسلام سعيد رشا جوده ابراهيم المتولي مي لايق نرمين حمدي ويا ريت تدخلوا لنا فريق الاعداد بقى معانا اللي موجودين منهم من النهارده يا ريت تدخلوا لي رشا ومي واللي يقدر يدخل منكم يدخل لان انا عايزه اشكركم كلكم على الهواء لان انتوا فعلا تعبتوا معانا كتير 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 الموسم ده والموسم اللي قبليه وانا انبسطت جدا ان انا معاكم وان انتوا بجد فريق عمل مميز. هنستناكم يلا يا جماعه تدخلوا هم فعلا تعبوا معانا جدا 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 سواء الموسم ده او الموسم اللي فات وان شاء الله هيكملوا معانا نطلع الحاجه نوريها للمشاهدين النهارده عايزين بس وان شاء الله باذن الله هم يكملوا في رمضان وان شاء الله نكمل مع بعض بس بعد العيد يا جماعه عايزين الاعداد نشكرهم مش هينفع ان احنا نطلع الحمص لان اصلا البيت ما استواش ما فيش مشكله الفرن كان فيه مشكله النهارده في الفرن كده ما فيش مشكله انا كنت عايز اسالك لو هتعمليها بفيجيتار احنا بنحط بيض ولا بيض تحطي بيض وتحطي الفيجيتار هي هتتحمر اهو تمام خلاص انا حمرتها المره دي ايه ايه رشا فين رشا ومي تمام ما كشتش برضو يعني بتبقى بنفس نفس الحجم بتاعها عشان البرغل وكمان طريقه التصبيع بتاعتها هي كانت الطريقه فعلا رشا ومي تعالي يا ايمان ايمان مساعده الشيف ام منيا ايمان عطيه انتوا تعبتوا معانا في المواسم اللي فاتت وكان لازم نشكركم على الهوا نورتونا وتعبناكم وزهقناكم وطلعنا عينيكم زي ما بنقول قولي كلمه يا رشا بقى قبل ما نختم قولي كلمه قبل ما نختم يا رشا ايه رايك في الاعداد؟ لا والله بجد عملتوا اللي عليكم وزياده يا رب الاعداد النهارده يكون عجبكم انا مبسوطه جدا ان انا معاكم وحابه الحلقه معاكم طبعا انا حابه اشكر جيهان على الهوا انا ما رضيتش ادخل مداخله تليفونيه انا تعبها معايا جدا هي عارفه كده وهي حبيبتي ان شاء الله اشوفها حبيبتي يا رشا اكبر شيء ان شاء الله حبيبتي يا نور نورتونا ربنا يخليكي نورتونا والله تعبناكم يكون عجبكم والحلقه جميله كده وتكون دمها خفيف حبايبي حبيبتي يا هاجر ان شاء الله بعد العيد بقى نبدا في الموسم الجديد مع بعض باذن الله خدوا كده اجازه وريحوا من كل اللي اتعمل فيكم ونبدا مع بعض شكرا الختام عند نور الختام عند نور كل سنه وانتم طيبين يا رب الحلقه النهارده تكون كانت كويسه بالنسبه لكم حاولنا نعمل الكفته للاسف يمكن الطاجن ما طلعش بس انا متخيله ان اكيد شكله هيبقى حلو وانتم كمان جربوه في البيت وقولنا رايكم فيه ايه كل سنه وانتم بخير اشوفكم بعد العيد ان شاء الله على الف خير هتوحشونا جدا لحد الموسم اللي جاي باي باي